يحيى علم جماعة الصلاة، يا ريت لو أنت تعلمنا هم. نصلي ونقولوا ربنا السماوي الحنون، ليرفع ذكرك ولتظهر مملكتك، وليكن أمرك كما في السماء كذلك على الأرض. ربنا وارزقنا من طيباتك كل يوم، واغفر لنا خطايانا لأننا نسامح الذين يخطئون إلينا، لا تمتحن إيماننا لكن نجنا من الشيطان. اطلبوا تنالون، اسعوا تجدون، دقوا على الباب وراح ينفتح لكم، وكل واحد يطلب راح ينال، ومن يسعى راح يجد، واي واحد منكم يدق الباب راح ينفتح له. اكو ابيكم يحتاج طفل قطعه خبز فينطي حجر، أو يطلب سمشة فينطيه حية؟ إذا أنتم أشرار تعرفون تنطون عطايا زينة لأولادكم، فكيف بالأحرى رب العالمين اللي ينطي من روح القدوس للناس اللي يسألوه؟ لهذا أقولكم لا تهتمون لحياتكم مش راح تاكلون، ولا لجسمكم مش راح تلبسون، لأن الحياة أكثر من مجرد أكل، والجسد أكثر من مجرد لبس. باعوا الطيور، هي لا تزرع ولا تحصد وما عندها مستودع، والله يرزقها. فشلون انتوا اللي افضل من الطيور هوايه؟ منو بيكم يقدر ان يطول ساعه من عمره؟ انتوا على اصغر شيء ما تقدرون، الباقي ليش تهتموا له؟ شوفوا الورود شلون تنمو، هي ما تتعب ولا تغزل، حتى سليمان ما قدر ابدا ان يرتدي شيء مثلهن. اذا الله يلبس هيك الزرع اللي بالحقول واللي باكر ينحرق، فش قد انتو افضل ان يلبسكم؟ يا قليلي الايمان. مولانا قوي ايماننا، لو كان عندكم ايمان بقد حبه خردل وقلتوا لهاي الشجره انقلع منا ونغرسي بالبحر، راح تسمع كلامكم وتطيعكم. العثرات راح تجي لازم، والويل المتسبب بيها، كان افضل إله يعلق برقبته حجر ويذب نفسه بالبحر، احسن ما يكون عثره الواحد من الناس. ليش اشبه مملكه الله؟ هي مثل حبه خردل اخذها رجل وزرعها بحقله، فنبتت وصارت شجره بتعشعش الطيور باغصانها. أنا ما أعرف إيش دا يحكي أبداً. أنتوا ليش تاكلون ويا جبات الضرائب ويا هذول الناس الخاطئين؟ ما يحتاجون الأصحاء للدكتور، المرضى يكونون بحاجته. ترى أنا ما جيت لدعوة ناس أبرار للتوبة، لكن أدعو الخاطئين. احكي لنا عن مملكة الله حتى نعرف أكثر. يا أحبة الله لا تخافون، لأن الله يريد يدخلكم في مملكته. بيعوا كل ما تملكون وتصدقوا به على الفقراء، واجمعوا لكم أموال ما يصير بها شيء، وكنز بالسماوات ما يخلص أبدا. هناك ما يوصل لحرامي وما يخرب السوس، لأن وين تكون كنوسكم تكون قلوبكم. يا مرة انت طبت من مرضك،
بارك الله فيك. عكو 6 أيام بها تشتغلون، ممكن تجون تشافون تداون بها، بس خلي لا يكون السبت. يا منافقين، كلكم أكيد تريحون وتسكون الحيوانات مالتكم مي يوم السبت. هذه السيدة من نسل إبراهيم ربطها الشيطان وكان لازم تنحل من هذا الرباط حتى إذا بيوم السبت.